نشرة الأخبار من النبأ والبداية بأبرز العناوين. المصرف المركزي يعلن ضوابط لتحويلات العملات الأجنبية بين حسابات الأفراد. بشاغة يستقبل وفدا أمنيا من مدينة بنغازي لمناقشة توحيد المؤسسة الأمنية. نواب يقدمون طعونا للمحكمة الدستورية بشأن التعديلات الأخيرة للبرلمان. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أعلن مصرف ليبيا المركزي سماحه بتحويل مخصصات الأفراد من العملة الأجنبية لأي حساب عملة آخر على أن يكون التحويل في حدود 100,000 دولار للحساب الواحد. وبحسب القرار الذي تحصلت النبأ على نسخة منه، فإنه يسمح بإجراء حوالة خارجية من حساب رب الأسرة إلى حسابات أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، بحيث لا يتجاوز سقف 100,000 دولار أو ما يعادله من العملة الأجنبية على قوة الحسابات المفتوحة. هذا وذكر المركزي أنه بناء على هذا القرار تفتح المصارف التجارية حساب لزبون بالعملة الصعبة في المصرف نفسه الذي يوجد فيها حساب لزبون بالعملة المحلية. أكد مصرف الأمان في بيان له ترقبه أي قرارات قد تصدر في القريب العاجل من مصرف ليبيا المركزي حول الشروع في بدء صرف مخصصات منحة أرباب الأسر بالدولار الأمريكي للعام الجاري. وشدد المصرف عبر صفحته بموقع فيسبوك على عملائه الذين ليست بحوزتهم بطاقاتهم بضرورة إيقافها مع استخراج بديل، وذلك حتى لا يستغلها غيرهم، مشيرا إلى أن آلية صرف مخصصات أرباب الأسر لهذا العام ستتغير، حيث أشار المصرف إلى أن العميل سيكتفي فقط بإيداع المبلغ المقابل بالدينار الليبي في البطاقة والحجز والتفعيل خلال ساعات معدودة بعد الإيداع مباشرة. تجري وزارة الداخلية في حكومتي الشرق والغرب خطوات باتجاه توحيد المؤسسة الأمنية وربطها بمنظومة عمل موحدة، كان آخرها استقبال وزير الداخلية في الحكومة المقترحة فتح بشاغة وفدا أمنيا من بنغازي. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي. خطوات ما إن بدأت حتى تسارعت أكثر من المتوقع. تلك هي إجراءات توحيد المؤسسات الأمنية بين الشرق والغرب بناء على مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية المقترحة. فخلال أسبوع واحد اتخذ قرار توحيد منظومة العمل على مستوى الدولة ومنظومة الجنايات وتعميمها وتجنيب تسييس الأمر. تبعه إذن الوزير بشاغة لرؤساء الإدارة العامة ومديريات الأمن بالتواصل رسميا مع نظرائهم بالمنطقة الشرقية. ثم زيارة وفد أمني من مدينة بنغازي ترأسه عضو مجلس النواب عن بنغازي خليفة دغاري ونصر الدين مهنا إلى مقر وزارة الداخلية المقترحة واجتماعه ببشاغة. عقب اللقاء قالت وزارة الداخلية المقترحة إنه يهدف لاستعراض دعم جهود التكامل والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في الحكومتين بما يحقق التكامل والدعم وتوحيد الإدارات الأمنية. تبعا لاجتماع سابق في بنغازي جمع مديري أمن بنغازي وطرابلس للبدء في ترجمة توحيد المؤسسات على أرض الواقع وتكليف مدير أمن طرابلس سالم جريميدا رئيسا للجنة التوحيد. ويرى مراقبون أن خطوة توحيد المؤسسات الأمنية هي خطوة قديمة، لكن هجوم وزارة الخارجية بطرابلس سرع من خطواتها. فهل تكون هذه الخطوات بداية النهاية للأزمة الأمنية في البلاد؟ رغم المخاوف من أن يصل ملف توحيد المؤسسة الأمنية إلى ما وصل إليه توحيد المؤسسة العسكرية